السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوة الأحباب الصحاب لا فامي ولاد البلاد، تحياتي لكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. إن شاء الله راكم بخير. رانا في بلدية تركوا تابعة لمدينة ليل الفرنسية، والتي تقع في الحدود الفرنسية البلجيكية. رانا مع أجواء نهاية رأس السنة، دائما الأجواء جميلة وجميلة جدا. الأجواء باردة، الجو بارد ما نحكي لكمش. البرودة كما راكم تشوفوا الخواء، أجواء نهاية رأس السنة دائما ما تكون جميلة جدا. وهذه ليست في فرنسا فقط، بل كل الدول في أوروبا نهاية رأس السنة تتزين بالألوان وبالأشجار. صراحة ما شاء الله. مشاهدة ممتعة للجميع. تهلاو في رواحكم خاوتي، نتعاودوا ان شاء الله في فيديوهات اخرين في اماكن اخرين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.